سجل. واحد اثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. بعون من الله عز وجل وبهمة الأبطال الشجعان قام اللواء الأمويين بالتعاون مع مقاتلي جبهة النصرة وحركة فجر الإسلامي بتحرير كتيبة 660 دفاع جوي التابعة للواء 80 الواقع على طريق حلب الباب بشكل كامل. كما قام عناصر اللواء الأمويين بأسر عدد من عناصر هذه القاعدة وهم المجند مؤيد الدلبي رقم العسكري 8786 427 الشامي ميدان، المجند عبد الرحمن رزوق 8882 812 شريف الشام الكسور، المجند زياد غالي رقم العسكري 8871 166 الشام تضامن. كما نتوعد للعصابات الأسدية المجرمة بتحرير كل سوريا ونتوعد لها بالرد على المجازر التي تقع على شعبنا. الجمعة 12/10/2012 والله ولي التوفيق. تكبير الله.